افتتح منفذ جديد لمعرض أهلا رمضان بمدينة كفر الشيخ. يقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ والغرفة التجارية ووزارة التموين. احنا قمنا لحد النهارده بأزيد من 13 معرض، ومتقدم لنا طلبات من بعض المواطنين والاحزاب ان شاء الله يكملوا 20 معرض في كفر الشيخ لخدمه المواطنين. وبنحس الاهالي اللي تقدر تساعد معانا في المعارض، احنا بنجيب تجار والتجار بتخسر، ساعدونا برضو. في ناس ساعدتنا في السمك، في ناس ساعدتنا في السكر، شركه السكر، شركه الزيوت، وزاره التموين، الكل مش ما بيكلش جهه. احنا بالنسبه لكفر الشيخ، كفر الشيخ اقل محافظه في الاسعار، ونتمنى كل المحافظات تسعى السعي بتاعنا. ضرورة المشاركة في معارض أهل رمضان بمحافظة كفر الشيخ وعرض السكر للمواطن بسعر 27 جنيه للتخفيف عن كاهل المواطن، والمشاركة في تخفيف عن كاهل إخواننا المواطنين في المحافظة. التموين بيشرف على هذه المعارض يوميا على مدار الـ 24 ساعة للتحقق من أن في فرق في الأسعار ما بين السلع المعروضة داخل المعرض والسلع خارج المعرض. الحمد لله السلع كلها متوفرة وكل حاجة متوفرة الصراحة يعني، وأسعار 100%، ما شوفش بعد كده أسعار. كل حاجة كويسة ومتوفرة. أنا كنت هنا امبارح ولقيت في فروق في الأسعار، يعني امبارح كانت بسعر والنهاردة بسعر أقل. يعني الحمد لله كل حاجة كويسة هنا، والسكر كتير بس الناس مش بالهداوة على يعني هي الناس لازم تبقى هادية شوية. السكر الكيلو ب 27 جنيه، وما شاء الله كذا محل بيتوفروا وبيبيعوا بنفس السعر.